اشتقنا لكم، بشرفنا نكون بيناتكم اليوم بهالنهار الحلو الشمالي. بدي وجه تحية كتير كبيرة لكل الرفاق والأصدقاء بلاحة شمال المواجهة يلي موجودين بيناتنا اليوم، بشرفنا حضوركم معنا. بدي كمان رحب بكل رفاق الثورة يلي موجودين معنا اليوم. هيدي الثورة يلي رجعت ردت وحدة هيدا البلد، يلي رجعت تذكرنا انه ما في مسلم ومسيحي، في لبناني ومش لبناني، ما في مسلم ومسيحي في ادمي وازهر، ما في مسلم ومسيحي في يلي بيؤمن بسيادة هيدي البلد ويلي ما بيؤمن فيها. هيدي الثورة يلي اجت تتأكد لنا مرة جديدة انه مش المهم شو اسمك، مش المهم شو دينك، مش المهم من اي منطقة انت، مش المهم من ستك وجدك وبيك وعمك، مهم انت شو بتآمن، شو بتحب، اي لبنان بدك، اذا بتآمن بالحرية او لا، اذا بتآمن ببلد حضاري لبنان حضاري متطور او لا، اذا بتآمن بالديمقراطية او لا، اذا انت نظيف او لا، هذا اللي بيهمنا. مشان هيك عم نلتقى اليوم بكل لبنان، لبنانيين مؤمنين بهيدا اللبنان الحلو الجميل الحر السيد المستقل الحيادي الديمقراطي من كل الطوائف، ايد بايد عم نخوض معركة واحدة بكل لبنان على مساحة 10452 كيلومتر، من عكار لطرابلس لشمال التالتي لجبل لبنان لجنوب لبيروت للبقاع. بكل لبنان عنا أصدقاء حلفاء ورفاق عم بيخوضوا نفس المعركة، معركة الإنسان اللبناني الكريم، معركة لبنان، لبنان الواحد، لبنان يلي بيحترم أبنائه، يلي ما بيميز بين أبنائه، ولا بناء على الطائفة ولا بناء على المنطقة ولا بناء على أي شيء تاني. ونحن عنا خير دليل خلال هالفترة الصعبة اللي قطعنا فيها، كنا كتف على الكتف عم نتقوى سوا، وعنا هون شهيدة حية بيناتنا ردت عنا ودفعت عنا، وكنا الكتف على الكتف نحن وياها ومكملين بهذه الانتخابات ومن بعدها. نحن فخورين بحضوركم معنا. نحن فخورين بكل مواطن لبناني عم بيجي يقول لبنان أولا. نحن فخورين بكل لبناني اليوم عم بيجي يقول ما بقى بدنا نعيش هيك. نحن فخورين بكل لبناني عم بيجي يقول اليوم حين الوقت نبني لبنان جديد. نحن فخورين بكل لبناني اليوم عم بيوقف ويقول يلي وصلونا للمحل اللي وصلنا له ما راح نخليهم يرجع، لأنه نحن شعب واعي ومنحاسب، لأنه نحن شعب ما منقبل أنه نندار من ناس ما بيستحقوا أنه يقودوا هذا البلد. نحن منفتخر نكون عم نشتغل اليوم بكل لبنان مع ناس عم بيقولوا كفى، كفى زل، كفى تأجيل لمشاكلنا، كفى سياسيين يكذبوا علينا كل النهار ويعملوا مصالحهم على ظهر البلد، يلي وصلنا لهون بده يدفع حق، ويلي اشتغل صح بده يتكافئ. هيدي هي الديمقراطية، بتحاسب يلي بيغلط بحق لبنان وبتكافئ يلي بيبقى صادق وبيناضل وبيضحي كرمال لبنان. هيدي هي الانتخابات، انتخابات انه ننقي الناس يلي حقيقة مستعدين يتركوا كل شيء ويضحوا بكل شيء كرمال شعبهم. وهذا هو الفرق،
هيدا هو الفرق بين رجال المصالح والميليشيات يلي حاكميننا وبين رجال الدولة يلي رايحين ننتخبهم ب 15 أيار. أصحاب المصالح ورجال الميليشيات يلي بيأمنوا بالسلطة مهما كان الثمن، يلي بيأمنوا بالعنف، يلي بيأمنوا بالإلغاء، يلي آخر همهم الناس، يلي بيهمهم مصالحهم وفقط مصالحهم، يلي مستعدين يبعثوا ناسهم يموتوا كرمال حالهم مش كرمال البلد. بدنا نجيب رجال دولة، رجل دولة يلي بيحط مصلحة البلد والناس قبل مصلحته، رجل دولة اللي بيأمن بالديمقراطية وبدولة القانون مش بشريعة الغاب، رجال الدولة يلي بالنسبة لهم مصلحة لبنان فوق كل اعتبار، يلي بيأمنوا انه القضاء هو اللي بياخد حقنا، مشان هيك بيشتغلوا تيبنوا دولة فيه عدالة وفيه حكم القانون. نحن هيدا يلي جايين نعمله، جايين اولا نواجه وضع عياد حزب الله على البلد. هيدا الحزب يلي اخذ لبنان وشعبه رهينة، مش بس بلبنان حتى بالخارج، لانه بعد ما هشلوا جزء كبير من شبابنا الى دول الاغتراب لحقون لهونيك بالعداء لهالدول يلي استقبلتهم هونيك، يجعلوا من حياتهم هونيك بخطر كمان. بعد ما اخذوا لبنان رهينة عم بيحاولوا اليوم يحطوا ايدهم اكتر واكتر على المؤسسات، بعد ما تمكنوا باللعب على جشع السياسيين بلبنان وياخدوا منهم بطاقة مرور الى بعبدة واصبحوا مسيطرين على قصر بعبدة ورئاسة الجمهورية، بعد ما حطوا ايدهم على مجلس النيابة وعلى الحكومات واخدوا شرعية الدولة لسلاحهم، حين الوقت اليوم أن نقشطهم كل هالشي اللي عملوا فينا، وهذا الشيء قدرين نعمله بصندوق الاقتراع. كيف؟ بأنه ننتخب ناس ما بيساوموا معهم، ما بيبيعونا مرة جديدة للسلاح مقابل كم كرسي وكم مقعد وكم وزارة، مثل ما صار بال 2016 بالتسوية الرئاسية. بالتسوية الرئاسية شو صار؟ بيعونا كرمال كم كرسي كم مقعد، وقدموا قصر بعبدة لحزب الله، وقدموا لحزب الله قانون انتخابي بيعطيه أكترية تيقدر يشكل الحكومة اللي بده إياها. نحن فايتين على هيدا المجلس كرمال تنوقف بوجه وطئة هيدا السلاح، تنرجع نسترد شرعية الدولة ونقول للعالم كله لا، لبنان مش حزب الله، الدولة شيء وحزب الله شيء تاني. كرمال تيكون عنا رئيس جمهورية ما بيروح على نيويورك كرمال تيدافع عن سلاح حزب الله باسمنا كلنا سوا، كرمال تيكون عنا حكومة بتحط حد لتغلغل حزب الله بالأجهزة الأمنية بالدولة، تيكون عنا مجلس نيابة عم بيتحمل مسؤوليته كرمال تيلاقي حل لهيدا السلاح، مش يقعد متفرج. حين الوقت يكون عنا ناس مزبوط فاتين يواجهوا كرمال تيستعيدوا سيادة هيدا البلد، مش يكونوا عم بيساوموا على هيدا السيادة. بنفس الوقت نحن فيتين على هذا المجلس كرمال تنقول لا، ونواجه كل هالسياسيين يلي آخر همهم الناس. تفرجوا على البلد عم بينهار، على البلد عم ينسرق، وكذبوا على الناس وطمنوكم وقالوا لكم ما تعتلوا هم بلد بألف خير والليرة بألف خير، وتركوا مصرياتهم بالبنك وحولوهم على اللبناني وقبضوا فوايد تتوعوا هونيك نهار تلاقوا انه ما بقى شيء، طار البلد. هول السياسيين بدهم يتحاسبوا،
المصريات، مصريات اللبنانيين اللي انسرقت، بدنا نعرف مين سرقها وبدنا نحاسبه وبدنا نسترد اكبر عدد ممكن منا، لانه هيدي المصريات هي مصرياتكم. اذا اليوم مش قادرين ولا واحد منا يسحب مصرياته بالبنك، هو لانه هيدي المصريات كانت محطوطة بمصرف لبنان وانصرفت. بدنا نعرف كيف انصرفت، بدنا نعرف مين مسؤول عن صرفها، بدنا نعرف قديش راح منا تيهدوا سعر الصرف، قدي راح منا هدر وفساد ليمولوا مشاريع وهمية، قدي راح منا كوميسيونات، قدي تهرب منا الى الخارج، لانه في ناس حولت مصرياتها وقتها انتو ما كنتوا عم تقدروا ولا تحولوا ولا تسحبوا مصرياتكم، لانه بهيدا البلد في ناس عندها ظهر وناس ما عندها، في ناس عندها وصاية وناس ما عندها. فالسؤال الكبير، قدي بدنا نضلنا نحنا مثل الغنم ناطرين تنندبح؟ اي متى رح نوقف ونقول لهم لا؟ اي متى رح نوقف ونوجههم؟ عنا فرصة اليوم بهالانتخابات، عنا فرصة نوقف ونوجههم كل يلي كذبوا علينا وكل يلي وصلونا لهم، وهيدي مسؤولية جماعية. وشمال المواجهة منا إلا معركة من معارك كتيرة عم تنخاض على مساحة لبنان، وشمال المواجهة هي جزء من هيدي المعارك. ما حدا منكم يفكر أنه المعركة اليوم بالكرة من عزلة، وأنه الشباب إن كان صديقي ميشيل معوض أو صديقي مجد حرب أو كل أعضاء اللائحة اللي موجودين بيناتنا اليوم عم بيخوضوا معركة منعزلة بالشمال. لا، معركة شمال المواجهة هي معركة متن التغيير، وهي معركة صرخة وطن بكسروان وجبال، وهي معركة الأشرفية وبيروت، هي معركة البقاع الغربي، هي معركة الجنوب وجزين والشوف وعلي وبعبدة، لأنه بكل منطقة في مواجهة مثل شمال المواجهة. وإن الله راد رح نلتقى كلنا بالمجلس ورح نكون إيد وحدة ورح نشتغل سوا ورح نواجه سوا، لأنه شمال المواجهة مكملة على صعيد لبنان. مشان هيك بدي أطلب من كل الموجودين هون يساعدونا بهيدي المعركة، لأنه أنا اللي بقدر أكد لكم إياه أنه كل عضو بهيدي الليحة مؤتمن أولاً على سيادة لبنان، وثانياً على أموالكم وعلى المحاسبة وعلى المواجهة داخل المجلس. بقدر أضمن لكم أنه هيدي الليحة ما رح تساوم، هيدي الليحة ما رح توطي راسها. مين ما طلع منا رح نكون سوا بالمجلس عم نواجه مع كل بقية الحلفاء والأصدقاء يلي رح يطلعوا بكل المناطق اللبنانية. بدي أوعدكم كمان أنه يلي رح يطلعوا من هيدي الليحة رح يكونوا جزء من أكبر تكتل نيابي بلبنان، يلي هو تكتل المعارضة اللبنانية، يلي رح يكون إن الله راد ب 15 أيار المواجهة الحقيقية يلي رح تنتقل من الشارع إلى مجلس النيابة، تنكفي ثورتنا داخل المجلس إلى جانب كل الشرفاء وإلى جانب كل الناس يلي بتحب لبنان. عنا اليوم بيناتنا كل هالشخصيات، إن كان توني المرديني، إن كان دكتور فياض، إن كان بريجيت أديب، صديق العزيز الأخ سعادة النايب، يلي دايما نحن منفتخر أن نوقف حده لأنه شخصية استثنائية، وبعني خيي وصديقي جواد بولس. نحن منفتخر فيكم واحد واحد، وحدة وحدة، ونحن قلنا الفخر نخوض هيدي المعركة إلى جنبكم. بالأخص تعرفوا أنتو الشعور اللي عنا إياه، أنا خي شهيد وعمي شهيد وبفتخر يكون في علي حدكم ابن شهيد، وتحية لجورج عبد المسيح محل ما هو.
رح نخوض هيدي المعركة سوا ايد بايد كتف على الكتف، وما تخلوا حدا يوهمكم. في لايحة وحدة بالشمال، لايحة وحدة بالشمال، فينا نأكد انه ما رح تزيح وما رح تساوم، هي لايحة شمال مواجهة. الباقي كله جربناه، جربناه وشفنا النتيجة، جربناهن وشفنا التسويات وشفنا التنازلات وشفنا البيع والشراء. نعرف كتير منيح بهيدي اللايحة ما رح يكون في مساومات وما رح يكون في بيع وشراء. وفي اللي بعد ما جربناهن، في اللي بعد ما جربناهن يمكن يطلعوا منيح يمكن لا، بس على الأقل نحن خيارنا مضمون. بيعرف الواحد مين عم بيصوت وبيعرف أنه خياره مضمون 100% بالوقت يلي عم نسمع كتير تناقضات غير محلات، عم نسمع مرشحين متناقضين مع بعضهم بالأفكار وبالمقاربات. بعض الأوقات موقفهم السيادي غامض، ببعض الأوقات موقفهم الاقتصادي غريب عجيب. بهيدي اللايحة منعرف حالنا انه عم نصوت للمحل المضمون، نعرف حالنا لمين عم نصوت، ونعرف حالنا فينا نحط ايدينا بمي باردة. مشان هيك بدي اطلب من كل الموجودين تساعدونا بهيدي المعركة، نشتغل ليل ونهار، معنا جمعتين، كل واحد بمحيطه، كل واحد بعائلته، كل واحد بين اصحابه، كرمال تنشجع الناس تروح تصوت، وما تصوت كيف ما كان، تصوت لشمال المواجهة يلي هي لايحتنا، يلي هي لايحة الناس يلي فينا نتأكد أنه ب15 أيار رح يخوضونا معاركنا وما رح يساوموا على مصلحة لبنان ولا على مصلحة ولا واحد منكم. أنا ما بدي أطول كتير عليكم، نحن هلأ متجهين إلى البترون، عنا لقاء كتير كبير بالبترون، كمان عم نستكمل معركتنا هنيك. بس بدي أقولكم أنه الكورة هي منطقة الثقافة يلي خرجت عظام من لبنان، خرجت يمكن من أعظم المفكرين والأدباء. هيدي المنطقة يلي معروفة بأنه كل إنسان عايش فيها وكل إنسان تخرج منها هو قيمة بحد ذاته. بدي أطلب منكم بالكورة أنه تفكروا، ما تروحوا بالشعارات، ما تتاخدوا بكل الحكي الفاضي اللي بتسمعوه، بالأخص من يلي وصلنا لهون. الثلاث لوائح الأساسية يلي عم بتواجهكم بالكرة هن ثلاث لوائح شاركت بكل الانهيار يلي وصلنا له، لأنه كانوا شركاء بكل الحكومات يلي وصلتنا للمحل اللي وصلنا له. معقولة بعد كل اللي عملوا فينا نرجع نصوت لهم؟ قد ما يخبرونا حلوة واحد قبل بسنة من الانتخابات يتذكر انه صار شي غلط، حلوة بقى قبل بسنة من الانتخابات يصير معارضة، حلوة هي. لا حبيبي، مش قبل بسنة تتذكر انك معارضة، بقى تكون معارضة بقى برهن، بدك تستيل من مجلس النواب، بدك تكسر مع المنظومة، بدك تتعهد قدام الناس انه خلص انا فصلت بيني وبين كل هالناس يلي وصلوني لهون، وما تاخذونا واستروا ما شفتوا منا. هذا اقل شيء لازم تقولوا لنا اياه اليوم. يلي وصلنا لهون اقل شيء بيعملوا قبل ما يترشح على الانتخابات يطلع يقلنا ما تاخذونا، هذا اقل شيء. نحن اليوم حين الوقت نفكر بهيدا. أحلى شيء اليوم إجي خبركم شعارات كبيرة وأقعد كب الكلمات الرنانة، بقى نحكي واقع ونحكي حقيقة. الحقيقة أنه اليوم تحدي كتير كبير، تحدي وجودي، يا أما بيرجعوا هن زيتهم أو بدنا نغيرهم، أو بدنا نخليهم يزمتوا باللي عملوه فينا أو بدنا نحسبهم. هيدا هو السؤال، واللايحة الوحيدة اللي قادرة تحسبهم هي هاي.
ما تحرقوا أصواتكم بمحلات ما بيفيد. الحواصل عنا والقدرة على التغيير عنا منا بأي محل تاني. مشان هيك كلنا سوا علينا نشتغل ليل ونهار تنقوي اللايحة المعارضة الوحيدة بالشمال يلي قادرة تحسبون على اللي عملوه، وهي لايحتنا. ايدنا بايدكم ايها الاصدقاء من كل الطوائف بكل لبنان، تنبني نرجع لبنان اللي منحبه، نرجع نصير نفتخر بشعبنا، لانه شعبنا رح يحاسب ب 15 ايار. بدنا ناكد لهم انه نحن منا غنم، ما بنمشي على العميانه ورا حدا، نحن ناس منحلل ومنفكر ومنصوت. ما حدا يحطنا بالجيبه، ما حدا يعتبر بيقدر يعمل كل هيدا الشيء وبالاخر نرجع نصوت له عن جديد. اتكال على كل واحد منكم، انا متكل عليكم ورح نتابع سوا ان الله راد. تخلص 15 ايار نحن طالعين على الكوره وبدنا نكمل شغلنا، لانه بالانتخابات الجايه بدنا نخوض معركه بعد اقوى، وسنه على سنه بدنا نقوي حضورنا ووجودنا بكل القرى والضيع. مشان هيك اتكالي كتير كبير على رفاقي المنتسبين الجدد، على قياده الاقليم رفيقي ماك وكل لجنه تنفيذيه، كرمال نكثف شغلنا بالكوره، نكون موجودين بكل ضيعه ونخوض اليوم احلى معركه انتخابيه ب 15 ايار. بعد ما انا جمعتين بدنا نربح ان الله راد. عاشت الكوره، عاش اقليم الكوره، يحيى لبنان. شكرا.